أخبار اليوم. كاتب الكبير أستاذ مصطفى بكري بنرحب بحضرتك في بوابة أخبار اليوم، وبنقول لحضرتك كل سنة وحضرتك طيب. وكنا عايزين نعرف يعني تقييم حضرتك لموقف باسم يوسف وظهوره في الإعلام الفترة اللي فاتت وسب وقصف الصحفيين والإعلاميين بأنهم عملاء. أعتقد أنه شخصية استفزازية بالأساس، يحاول دائما أن يكون في مجال الضوء، وحتى لو كان ذلك عبر استفزاز الآخرين. وأعتقد أن ما نشره الدكتور خالد أبو بكر مؤخرا من محاولة استفزازه وتوجيه بعض الشتائم الغير لائقة سواء للرئيس أو لشخصيات إعلامية محددة، إنما ذلك يأتي من باب الغرور والسعي للانتقام بدون أن يكون هناك جريمة محددة وجهت له أو ارتكبت ضده. ولذلك أنا يعني لا أرى أن هذا الشخص لديه رؤية سياسية أو وعي بمخاطر المرحلة. هو يحاول أن يلعب دائما دور المشاكس، دور الأرجوز وليس أكثر من ذلك، ويضرب كرسي في الكلوب. أسلوب مثلا من ترويج مثلا لفكرة هيعملها تاني على الإنترنت. أنا بعتقد أن باسم يوسف ليس وحده، باسم يوسف وراءه من يدفعه لهذا الاتجاه. أنا لا أفهم شخص كان يعتدي ويسخر من المؤسسة العسكرية يمكن أن أقول عليه وطني. أي شخص يسخر المؤسسة العسكرية أو يسعى إلى أن يهدم الدولة بشكل أو بآخر هو لا يخدم مخطط الإخوان حسب، لكنه يخدم مخطط الفوضى الخلاقة الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية. وأعتقد أن باسم حصل على الباسبور الأمريكي، ويعني هذا هو مكانه الطبيعي، أن يبقى مع هؤلاء، ولكن لم يعد له بقاء ولم تعد له وجود في مصر. وأظن أن الشارع المصري لا يمكن أن يقبل بهؤلاء الذين يتطاولون على مؤسسات الدولة أو الذين ليس لديهم ثوابت أو قناعات معينة تتفق مع جموع الشعب المصري في السعي للخروج من الأزمة الراهنة وإعادة بناء الدولة الحديثة.